سمحت شيخ، قبل أن نبدأ أو نخوض غمار هذا الموضوع، بداية وددنا منكم كلمة بمناسبة عودة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سالما غانما إلى بلاده، حيث اعتمرت قلوب العمانيين وغيرهم بالفرحة والسرور. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن عودة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله وعافاه وشفاه وألبسه ثوب الصحة والعافية، آمين، إلى بلده وبين شعبه نعمة أسبغها الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب، إذ كان كما هو معروف مع غياب حضرة صاحب الجلالة عن هذا البلد كان يعيش في أزمة، مهما كانت الطمأنينة بأن حالته حفظه الله تتدرج إلى ما هو أحسن، إلا أن الشعب مع عدم وجود قائده بينه كان يعيش في معاناة، وكان يتطلع إلى اليوم الذي يشرق محياه في أرض عمان وتستقبله عمان بشعبها وبجميع من فيها وبجميع ما فيها بالبشرى والفرحة، وقد تحققت والحمد لله هذه البشرى. الحمد لله. ونهنئ أنفسنا بهذا الأمر، ونهنئ الشعب العماني باستقباله قائده المفدى، ونهني كل من يريد السلام ويريد الخير للأمة الإسلامية وللمجتمع البشري جميعا بصفة حضرة صاحب الجلالة رائدا للسلام، دائما يسعى إلى الوفاق والألفة والقضاء على كل شقاق ينجم ما بين الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، آمين، لأداء هذه الرسالة، والأمة هي أحوج ما تكون إليها، رسالة السلام التي تؤلف ولا تنفر، وتجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت. الحمد لله. شكر الله لكم سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المعبرة بالفعل.